بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائنا الكرام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مكتسبات الوطن، نريد أن نكمل. عندما أقول بضرورة المحافظة على مكتسبات الوطن، فإنني أوجه أيضا الحديث إلى الناس كلهم وإلى المسؤولين أيضا. فالمسؤول مطالب أن يحافظ على مكتسبات الوطن. عندما يوضع في مكان أو في موضع يطالب فيه أن يقوم بمشروع معين، هذا المشروع الذي سيكون مرفقا عاما للوطن، سواء كان شق طريق أو إنشاء حديقة أو بناء مستشفى أو مرفقا علميا أو غير ذلك، فإن المسؤول الذي وضع في ذلك المكان مطالب بالمحافظة على مكتسبات الوطن من خلال اختيار الشركة الأمينة، ومن خلال وضع الخطط الصحيحة التي تعطي بعدا مستقبليا. فليس من المقبول أن أنشئ طريقا في مكان أعلم مستقبلا أو على الأقل لم أقدم دراسة تنظر إلى المستقبل تؤدي إلى هدم ذلك الطريق وإزالته أو إلى قلع تلك الأشجار، هذا عبث بمال الوطن. عندما زرت دولة أوروبية وجدت طريقا مشقوقا منذ عام 1834، ذلك المهندس المعماري وضع في ذهنه أن المستقبل سيؤدي إلى توسع هذه المدينة، ولذلك لما شق الطريق وضعه صالحا أن تسلكه، أن تكون فيه حارتان من هنا أو أكثر وحارتان أو أكثر من هنا، وبالفعل منذ ذلك العام إلى اليوم الطريق متسعا لا يحتاج إلى تغيير. فعندما نريد أن نحافظ على مكتسبات الوطن فإننا نضع خططا مستقبلية تفهم ماذا سيجري في المستقبل، حتى لا نضطر إلى هدم ذلك الذي بنيناه وقد يكون بالملايين لندفع أموالا أخرى، فهذا نوع من العبث بمكتسبات الوطن. شكرا لكم، ونلقاكم بحول الله تعالى في لقاء آخر.